أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إخوتي الأعزاء، إن شاء الله تعالى موضوع نعاوة وحوية حفظ اللسان. عرب كينا إنا نحفظنا أون إلى لنا إلا وح إلهي نود وين يمويان وحك لإنا نعرب كينا كإلى لنا. ساد أكتهين أعضالا يحبنها إلهي يقول نسية والنعمة وإلهي نقول نعمية حق يقول ليهين ولا قادون يوحوية إن أتكو قدته وحا إلهي الرالي قلنا سبحانه وتعالى وتكفو قاتو حبنها إيا أعضال هذا يجركا أن إلهي كوغو نعمي وإن أدعو استعمال وحونا إلهي رالك أهين سبحانه وتعالى أعضاء إلهي كوغو نعمي إلهي نعم يعني حبنها نوكسي حبنك أوغو نفعك بدن أوغو فائدة بدن هداتك فائدة ست لنعك لمركي لفيرينا أوغو خطر سن وحبن كان لي اللسان كوي رسولك صلى الله عليه وسلم حديثك إمام الترمذي أورنا يوحى لويدي أكثر ما يدخل الناس الجنة ضدك وحى الجنة قال لي محا أقوبة رسولك إلهي ورقاس رسولك حليه صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق ضدك وحي الجنة كو قلان وحا أقوبة وحا وهي عبسيد إلهي هي طبيعة وناكسن وي وحا هدنا النبي قال لويدي صلى الله عليه وسلم ضدك وحا النار تقلنا يا وحا أقوبة أكثر ما يدخل الناس النار ضدك وحا النار تقلنا قلان محا أقوبة وحليه رسولك صلى الله عليه وسلم الفم والفرج لبدا حبنات عربك يا فرجك معاصد يا ذنبك لو كسبنا يا اغبدا وحدك نار تقلي رسولك عليه الصلاه والسلام مرك حبن كان لسانك اللي يراد وحبن خطرتي سؤاد وينتهي وانا اسك الى لسان مركز اللي حديثك إمام الترمذي با ورنيا إمام البخاري يا مسلم با وحي صحيح وذكو ورنيا رسولك صلى الله عليه وسلم وحليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نك إلهي إي يونك آخر الرميسا إي الرمينا يو وحونا أكسنها كهد الله أما هايسك آمسو ساسو رسولك عليه الصلاة والسلام كوائنات اسمي زانتوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلهي إيه يونك آخرا ننك الرميسا قفك الرميسا فليقل خيرا وحونا أكسنها كهد الله أو ليصمت أما هايسك آمسو مرك وحات كهذا ليس إن الميزان توي ما أجر بات كه ليس أدوني يا آخره ما خير باك عاج إيماني ما فائدة كو جرت حدود نباتم ويانا وح خيره كإيماني يبقى إيس جري ناس كإلا لسوا كلام كاس ورسول كله صلى الله عليه وسلم
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ابن آدم كمركو وبرستو واغا أبريو فإن الأعضاء كلها حبنها ابن آدم كوكو بن يها يوردن تكفر اللسان عرب كي دارني. فيقولون وحيليه اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حدي آتوسنا تعرب يهو وان توسنان اينا بليه، حدي آت قلو عتنا وان قلو عنا اينا. اي إلهي كبق ونباته النوسو جيد حبنه كالو نمبا ساورنا أعضادي كالو نمبا حيث الدنبي عربك أو كسبه حدي يعني قفك عذاب أو كم متهيست جيرك يسونا والعذاب يا نباتها نوسو جيد ملي دنبي أو كفر هذا بدن عربك كان عاية لسانك كان عاية مرك حبنه كالو نمبا دارنا يا اتق الله فينا والإلهي كبر فإنما نحن بك أذان كوسقنا فإن استقمت هدات وصنات استقمنا وإن اعوججت هدات قلوعتنا اعوججنا. حديث كما ترمذي ما ورني سنة كيسك ورني. وهو الرسول كليه صلى الله عليه وسلم أسوى كور رمي خطرت اللسان كليه من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يا إيبا لنقاضي ما بين اللحييه لبديس اللفقرات لبدن لفوت نحدو دو واحد كجر وعربك وما بين الرجليه لبديس اللغوت نحدو دو واحد كجر وفرجك إنو حفظنا يو إلالنا يا إيبا لنقاضي أضمن له الجنة وأنا قنا عن جنة أبا لنقاضي أبو نبي عليه عليه الصلاة والسلام. قولك النبي قرنوه صادق المصدوق وهي نبي حداد لبدا حبنود حفدسو اود معاصيده كا الىليسو جنده الهي با بلانكا كو بلان قاد باي كو تاهي اي الهي الرسول كيسا بلانكود رنوي لسانكو خطر وهي ولا سفيان نينك لا يرادو الثقفي صحابي لا يرادو يا وحو لي قلت وحني يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. إلهي الرسول كيسي أو إيدر دارا أرن إي أمر أن قبصد أن كدق إيشك. قال وحو يري قل ربي الله ثم استقم إيمان كي يتوحيد ككل رواق ثم استقم تصنو استقامة كدة ده عاد وحوقف للبدن استقامة استقامة ومحي وإنا تصناتو أو أمرت إلهي أد قدته إلهي وحكاره من أذكار إيمان كقاضو مركز إيمان كقاضته بعد جاء تصنو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. دتك وناكسر إذا إلهي كتو سنو استقامة لبلنقات كاسيليه. إن الذين قالوا ربنا الله كوا إيمانك ليمت إسلامي ثم استقاموا توسنادي دا عاد إلهي كد ذالي جدك وناكسن قاضي حمانتك اللحدي تتنزل عليهم الملائكة عند الموت مركا لمن أيان انت هنا ولي نفتو كبحن ملائك باكسو دقيس والله بشارين أيان محال ليها ألا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا
هعبسنين هانا مرقنا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كب شاريستا إن هليسان جنة اللئيدين بلن قادي جري مركي سيدا يغا لوغو بشاري او يوم كا آخر عبسيدا بدن نباتا بدن مرقتا بدن مرقتا دي لغا كر يلو ليدا وح خوفا يا عبسيد دوشي نما هاني جنة اللئيدين بلن قادي مركي سيدا لوغو بشاري يا وحي كم مرقيان بالي ilmahoodi iyo wixii ay ka soo tageen oo eheladoodi ay dunida uga soo tageen ay ka tagayaan nahnu awliyaa'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah malaa'ikatu saasa ugu bishaareen annaga wali idin oo ilmihiina ehelkiina xataa wax dhib arki maayaan fil hayati dunya iyo wa fil akhirah labaduba annaga wali idinka walakum fiha jannata fiigeeda waxaad ku leedihiin ma tashtahi anfusukum wax alla waxay naftiinu jeclaataan jannada ku leeyihin adduunyada qofka mu'minka yacni waxaa lagu amray oo lagu yacni lagu imtixaamay wixii naftiisu jeceshahay shahawaadka inuu iska ilaaliyo oo ka fogaado laakiin aakharo wax alla waxay naftiisu ishtahayso uu sheeganaya maxaad u baahantaa leh qalbigiisa wixii ku soo dhacaba xataa dadka khudamada ahoo yacni khudamada jannada ka shaqaynaya malaa'igta ka shaqaynaysa iyo dadka khudamada ee jannada ka shaqeeya iyo qofka mu'minka qalbigiisa waa isku xiran yihiin markay wax qalbigiisa ku soo dhacaanba waa loo keenay asagoon hadlin yaa loo keenay walakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum fiiha maa taddacuun wax alla waxaad sheegataan baa laydin siinaya nusulan martiqaad wey iyo abaalmarin oo min kafuurin raxiim ilaahay xaggiisa ka hadal istiqaamada maxaa ka fadli badan marka si aad yacni dadkaas ugu darmada rasuulka calayhi salaatu wasalaam sufyaan athaqafi wuxuu rasuulka u dardaarmaya saxaabigaas qul rabbii allah umastaqim tawxiidka qaado oo islaamnimada qaado oo umastaqim toosno qultu waxaan idhi buri yaa rasuul allah maa akhwafu maa takhaafu calay markuu rasuulku sidaa igu dardaarmaa waxaan idhi buu yidhi maa akhwafu maa takhaafu calay waxaad iga cabsanayso maxaa ugu badan dembiga aad iga cabsanayso ama dhibaatada aad iga cabsanayso inay khatar ii keenayso aad u malaynayso maxaa ugu badan fa akhadha bilisaani nafsihi nabigu carabkiisa u qabtay uma qaala wuxuu yidhi haada kanan kaaga baqay carabkiisuu nabigu qabtay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi haada kanan kaaga baqay kan iska ilaali saxaabiga jaliilku rasuulku sidaa ku leeyay calayhi salaatu wasalaam ad ogtihiin asxaabta kulligood inay wada ehlu janno yihiin oo kulligood naaji yihiin oo ay wada haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kanaan kaaga baqayaa kan iska ilaali carabka iska ilaali xadiidka imaamu tirmidi baa warinaya muslim iyo bukhaariba saxiixooda waxay ku warinayaan mucaad ibni jabal saxaabiga leeyay oo nabigu u dardaaro ألا أدلك على أبواب الخير الخير كالبابي زي ما كون شيئا بلا يا رسول الله إيه شيء رسولك إلهي صنك رسولك أقوى الرمي جهادك أقوى الرمي خيراتك أقوى الرمي مركز النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك بملاك ذلك كله خير كأصر نني أبواب خير كورنن وحد كو جاريس وكو هنن زي ما كون شيئا قلت بلا يا رسول الله فأخذ باللسان نفسه نبي عرب كي سوق قبته ثم قال وحير كف عليك هذا مت كان اسكر كان اسكقبه قلت وحان إربل يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم ونبي إلهي وحال وحان كهد لين ورن من الله قبنايا وحان سكهد لين من الله قبنايا فقال وحي رسولك عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك ويدا حق بلنت يا معاد ثكلتك أمك وهو يدا حق بلنت هك ويده وهل يكب الناس على أفواههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم ويدا حق بلنته dadka miyaa loogu tuuraa naarta weji weji ama afgambooti miyaa loogu ridaa
إلا حسائد ألسنتهم عرب كوضو وحو كوابيس وما واحد ذلك النار تقيني واحد ذلك النار تكوري ذي سواح عرب كوضو كوابي ما واللسان كوضو لسان كوضو كفى عليك هذا أبو رسول كله عليه السلام بل هذا قد دبء النقاء دبء سبو النقاء أعماشا إيا الدنوب تلا سمين إيا وحا أغبا وحا لقا سمين إيا وعرب كوضو لسان كأفر يلوا تنسع أنت أوقفك هردم ويان أنت كلاودا سيدا أبو هذا يا وحى وشيك يا وامح وحى ووحى لقو حسابنا يا وقو إلهي وحلي سبحانه وتعالى ولا تخف ما ليس لك به علم ولا تخف ولا تقل هأرنن وهكو هذن ما ليس لك به علم وهذا علم أولهين وهذا أقون أولهين وحقيقة سآذهين هكو هذلين وحاسي وحاسي أجل وحاسي وحاسي أجل إن سمع مغلك والبصر أرق يولف آد قلبك كل أولئك كان عنه مسؤولا وليسوا يدين يا كل دقاها واحد كم غشي وحاسي وحاسان مغلي وحاسي وحاسان أركي وحاد قلبك آقا كوهيسو كل أولئك كان عنه مسؤولا بإله إليه رمان ولسويدين أعماش مقل كاغا إيا سمع كاغا إيا وحاد دوني سوى قلب كاغا كو قبن يسوى نمبا لويدين قالوا سؤالي يا قيامهم وحال لقو هذا لي ما أنت ما وحاد علمي سوى اكتا هيبا ما يا ومضية الكذب لو استعمالي بئس مطية الرجل يعني بئس مطية الرجل والنبي يقول زعموا حديث أبو داود سنن أبو داود كسابة قفك جديد كيس وحقوب باص بدن إنه إذا وحلا شيء وحلا شيء وحلا شيء زعموا وحلا استعماله يدرس سوى عزمة ومطية الكذب بئس مطية الكذب زعموا زعموا وحال الشيغي واي إلهي آياتاً كالوحو كلها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ مهد لقفك من قول كمهد لق إلا لديه أكتس وحاء هذا رقيب عتيد لابداً قرب وحاك ساراً رقيب عتيد وحو كسو بحي ونبا لقوريا walla qoraya de walu wuxuu xisaabinaya qiyaamahan waa lagu soo hordhigaya iqra kitabak kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ma inkiraysa adigu soomaada oranin baa lagu leeyahay hadhow lawadi malaa'ik waa kuugu marqaati ka cayaan qoraalna waa la sameeyay maalinka sameeyay saacada sameeyay meesha aad ku sameeyay waxa oo dhan baa la qoray ya meesha ku qoran ardadi baa hadlaysu meesha aad ku sameeyay dhulki baa marqaati ka cayaa waxa soo dhan markii ay kasoo inaad ka dooda laga yaabo xibnahaagi baa hadlay marka isku daydo inaad hadal inaad erin kirto al yawma nakhtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashaddu arjuluhum bima kanu yaksimun ba ilahil xibnahaagi baa mar qaata kacay xibnihi markay marta qaata kacaan jirkii intiisa kalaaba yaabayo lisaankii baa marka dooday wuxuu leeyahay لما شهدتم علينا وانكار هذا كل عدد ما هو مرقاة كعدة هذا دم وانو مرقاة كعدة لو تدن وين نوضع هاي سطع ما هو مرقاة كعدة هاي ليه المركز أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إلهي وحول بك هذا الشيء ما نجاه هذا الشيء ما نجاه شيء علينا أود أن هذا ما وانكو قصبنا هنا هذا النوع مركب حبنا هاجي واقع مرقاة يا مرقاة كعدة وهو الرسول كليه صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي لا تكثر الكلام بغير ذكر الله إلهي ذكرك سوحان هينا كبذنين كلام فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله هذا الكفرد بدن وإلهي ذكر جيسي حسك إلهينا آنهين
قسوة للقلب قلبك وأن جنيا هذا الدم بقعد سمينا يسوع قلبك أقو أن جنيا سوته أن جنيا وحوي الدم بقى مركات سمينا قلبك وحاكون رحيسه نقطة سوداء نبيع مذوبة قلبك فولس دم بك المركة القشب وفولس قلبك الدم مذوبان يا مركة دنوتي بلط كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بإلهي قلبك ودي بعد دبول ما يرام بفولي وحي أي كسبنا يينو دنوب تهيد وقلبك ودي دماء بعد مركة قلبك أصبح كل نورك على التوبة إيه عبادة إيه إنا ذنوب تكسر النقطة كالتوبة كأنتو عبادة إيه خيرك أدبادس يقلبك أقول كو إفتيما يا. لكن ذنوب تهدو حتى إبادة توضع عدد هذا يرات قلبك أنه ودب المي فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب هذا الكفرد بدن ذكر إلهنا هين وح خير عن هين قلبك أيو أنججنا يا. وإن أبعد الناس ذاتك متك أوقفك من الله القلب القاسي ده إلهي دوان شهيسو قربك إلهي وامحي وارداه إن الرده سهشو إلهي ورالك عن نقضه إلهي بات كفوك أتيها دي الميرادنا وعرض إلهي سوما ده قفك إلهي كفوك أتيها وقف إلهي وعريسيه قفك أوقفك إلهي أوقفك وقلبك أنققنوه قلبك أنجعنا وح خير ولا هين ووح خير وجلي أنجر ورجح قلبك أسوأ القلب القاسي حديثك إمام الترمذي بسونا كيس كورني ورسول كله صلى الله عليه وسلم حديث كان كله كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله كل كلام ابن آدم ابن آدم كهذا الكيسودان عليه دشي سوء عليه معنيه سوحاوي ودنبي بكيه ودباطون بكيه هذا الكي ابن آدم كهذا إلا أمر بالمعروف بالمعروف وناق أمر تمويان أو نهي عن منكر حمان إن أدريب تمويان أو ذكر الله إلهي ذكر كيسويان وحاد خير كيه ليس وقواهم وناق أدتك أشيكتي حمان تبات كريبتي ذكرك إلهي بعد هذا شيء بس كاس أجر بعد كيلس لكن وح هذا الكالور دن عليه دن بيوم بالله جاك قريه حديث كإمام الترمذي باورني وحلو بهي هي ولا ليال إن اسمي زانو وحن أن سمينا إنورنا أن كهذا لا ينهبين يا مالن وأن لو يدين يا وأين أنس حسابنا وين نفتى إن إنا نكون مشغول نوين وإنا أن شقك دجانين إنا نقول لسان كنا وحن الدنيا آخرة مدنا نقول أنفعين ما أنتوا لأن عرب كنا أنكو شغل آفات اللسان وين أنسك إلال عربك آفات بولية لباتوين فرب بدن بولية معاذ بن جبل برسولك عليه الصلاة والسلام وحكول يهود دار ميا إنك لن تزال صالما ما سكت معاذو انت الامسنت هي وان نبت جليسا ان نبت جليسا قد بريتها كزول ما يزيد انت الامسنت فاذا تكلمت مركا الهرسو كتب لك او عليك اما وخ خيرها لغو قرياك وانفعيو اما الدنب با لغو قريا ووحي ادكو هذا الشيء با لفيرنا هذا وحفي عنكو هذا الشيء هو خير هذا وحفي عنكو هذا الشيء هو لغو قريا عقبة بن عامر صحابي قال لي رضي الله عنه يا رسول كويمت مركاسا وحان يربر قلت يا رسول الله من نجات محال لقول نبت قلي كرا محان كبت بادي كرا قيامة قال وحو يا نبي أمسك عليك لسانك عرب كاك قبو
وليسعك بيتك غرغاغو حكو واسع نقود وابكي على خديئتك ذنبغاغنا اوي عربك اغا قبو اسك خفدي وانا غمغي حمانت كرر غرغاغو حكو واسع نقود ذنبغي كا دعاينا كتوبت كينو اوي مركستو ذنبغاغي لوي حديثك امام الطبراني يا سنن كيس كو وريني آفاتك اللسان كو فرض بدن ولا ليا وإنا نسك إلى لنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحليه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني قفك مسلم كأوناجي سوى حكم إذا إنه ما لا يعني نسك إلى لنا وححنه هبين يدار ودلدل ينسك إلى لنا وحكى الرسول كله عليه الصلاة والسلام أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه ضدك قفك أودم بجبنا وامتك أو هذا الكبنا وح أن فائدة لهذا إيمان تراك هذا كاس عدتك أودم ببنا ما لا يعني جو إنا نسك إلى لنا آفات كلسان كأوليه وح أن خير الدنيا من آخره مدنا هذا كله لين وإنا العرب كعج كإلى لس ورسول كليه صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله طوبى جنة لمن قف بأسغنة أمسك الفضل من لسانه عرب كيس كربي وح فضول فضول الكلام وح فائدة رهيب دن الدنيا أركو جارين أو أنفعش خير أجرنا على كهلين وحال إلى فضول الكلام مربع هذا فضول يا إسكبرنا وأنفق الفضل من ماله مال كيسنا وبحنا يا وحي كفاية دي سحوقا كفل وحي كديرارا وبحنا يا قف كاسا جنة أصبناته ورسول كله عليه الصلاة والسلام كلام كان أما اللسان كآفات كيسا وحاكم إذا هذا الآد أفير سنين أو إسكت هايش يعني هذا الإسكت فضوط وآد كو كفتما يسو أما آد سي سهل أولا هايش يعني إبا توين كوسو جيد كرو هدو وناقي هين وحلقيا با وحيار وآد أملين إناد خير كه ليس إناد وحوين كوهش ورسول كله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة قفك وهدليا كلموك وهدليا وإله الرالكية وسأم لينين إن أنت قارس بأجر كاس إلى ذا مركز وحقوق إلهي وحقوقريا رده سوء قريا إلى يوم القيامة رضاها إلهي بولوك يهليا وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة قفك وحكوها بليا كلمة من سخط الله إله عرديسا ما يظن أن تبلغ ما بلغت ذنب جيد إنه أنت لقي أم ملينا وسكفوا ذي سنة بس إذا أبدنا هذا الآن لو في سنة أو سكفوا ذي أو كفتني دعاية ذي إن ذاتك لقى قصلي يا دعاية يا سكبدنا فيكتب الله عليه بها سخط وعر إله عرديسا وقرية إلى يوم القيامة إلى قيامة عرض إله وأصعد كلمة داسة أسو جيبتها وسكفضوا داي سنة إمام أحمد بحديث كسونا كيسا كورنا إمام ترمذنا وورنا يا. آفات كاللسان كليها وحاكم المراء والجدل والخصومة قفك مركز تدودة بلان هذا الكبلان مركز تإنو ضدك للدودة ونجعله وحكودة بقد يوم إلهي وحليه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا تدك وحكم ذا قف مركات أركت هذا الكيسو عجب قلنا يقول في هذا الكيسو أهد لي يسيد أحسك توسين أي الدنيا ذا ويشهد الله على ما في قلبه قلبي قيسنا إنه وحونا كجر إلهي مركات قلنا يا وهو ألد الخصام ومدود بدن مدح ذكب إلهي لي وإذا تولى مركو جيست سعى في الأرض ليفسد فيها مركو جيستنا فساد أمو كشغينا يا دولك أدادك فتنة ذا إيه وحسكو درك إيه لباتذا مركز تبا كشغينا يا دولك إنو فسادي وكشغينا يا ويهلك الحرث والنسل
والله لا يحب الفساد. فسادك إلهي رالي كما رسولك عليه الصلاة والسلام وحولي إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رجع متك اللوغو عرب بنيها إلهي حقي سلوغو نعبيها ومتك مدح أدق دوضة بضل قفك أنا وحبل لقد أدعين كنوي دوضة بضل أن قرابين وحكا سعدي الله شاو إمام بخاري بحديث كورني ورسولك عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا وحن أبلن قاديا أنا زعيم وحن كفيل كأهي أبلن قاديا ببيت في ربض الجنة بيت قروح بدن وجنة نحن يدكويا لمن ترك المراء ننكي دودة إساقتك وإن كان محقا حق بها كود دودة ننكي دودة إسكالالي أنا قري جنة نحن يدكويا أبلن قادي برسولك عليه الصلاة دود ما في عنه مرنك ما في عنه مركز تينا نين مجادلة بدن تهاي ما في عنه حتى حقه دود يس حتى مرنك ما في عنه دود فرض بدن ما في عنه. أبو داود بحديث كسونا كيس كورني لسان كآفات كيس وحكم ذا يوم حيالها قفك هلاقي الفحش والصب واللعن وبداء اللسان قفك إنه عيب بدنية إنه اللعنت بدنية دتك اللعنضية هذا الكحون كما في رسالة بداء اللسان وعرب حنية وحي عرب كيسا كسور عبا وسكا شاقي عرب كاكوحون إنا تكا إلى لسان الدنيا. وحو الرسول كله عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البدي قفك مؤمن كام ماءها إيمان كصفات كيسا ماءها بالطعان متك دتك الدروة قفك حبوك شاقي يا واساس كان واساس بولي قفك سهو الدرية صفة الإيمان كما هي نادت كدرتون ولا اللعان متك اللعنة بدن ماها دتك اللعنة ديا ولا الفاحش ولا البذي متك فاحش كو هذا الكحن ما هذا الحن بكو هذا لي دتك وحا أبشر بدن بالي نينك دتك كتنا ورسنا يان اتقاء فحشي وانك هنقول هذا بلاي وكو هذا يان وعن في عن ما هديبا لتابتو وحي أفكيس كساق ابتبو وكو هذا يان تواحس إيمان ما هو إن عرب كاجا كإلى لسوي وحيالا عنهم كاو وحونا نفسنا كهذا عود لسانك على الخير عرب كاجا خير كأو عادي وحونا نفسنا كهذا. حديث كمسلم يبق إمام أحمد باسون كيس كورني وهو رسول كله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قف كمسلم كعيدي سوى فاسق نمو دقال كيسة يدل كيسة وما قال لهم قف مسلم هذا اسكا عايده ود وحكا شيكتو فاسق بعد غونيسا فاسق يعني وحقات قشب ومله قف هدو فاسق هدو نقضه وقف إلهي دا عديس كبحي ود وحبا أن لقي قبنيني ويا فاسق خارج عن داعة الله مالك فاسق بعد كن غونيسا تتكا عايده قف مسلم كأهد عايده مالك سادو حكا شيكيسو فاسق بعد كن غونيسا وفسق وي وقتاله كفر تقال كيسون وقال لهم. حديث البخاري ومسلم باورني وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. قف قف كمجل مسلم بالفسق أو بالكفر قف قالوا لي فاسق بات أما يا فاسق مكير أما قال لي مكوكذا وحير قال باته يا كافر إلا ارتدد عليه أصدق يكون صلى الله عليه وسلم هذا الكائر يكون صلى الله عليه وسلم إن لم يكن صاحبه كذلك قفك هدون قام هين أما فاسق هين وقفه ناكسن وياه هذا الكأسه وما يكون صنعون سوك صنعون حديث كما بخاري باورني وخطر مرك قف وحونا هين هتكشي إلهي وحوليه سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات رق مؤمنين تا يدمر كمؤمنات كقبلها مؤمنات كقوة نبي بغير ما اكتسبوا وح أين كسبنين ودم بيه كورك كساري حمام بيكو شيقيا قالب ويليه الهبل ويليه وح والبكرك كساري بغير ما اكتسبوا وحين كسب النبي كثريا فقد احتملوا بهتانا
كوا وحي حمبار بهتان بين أبو رشو بهتان وحلنا أنجيكسار أنجيكسار معنى ذو حوي وحد بركة هاي كرك لقى صاره اللي هو النبي والنبي فقد احتملوا وحي حمبار بهتان نبيو يا أنجيكسار يا وإثما ذنب عظيما وين وفوحوا بركة يا هاي دوشة كسارته حمام بو قفكي كل شيء جيا وحول بو أفكي سو قبتو قفكو كل شيء جيا أسمع كل صلاة من إسم عيلي كلمة ذن كفر جا وح سهلا ما قال لمن فسق جو وح سهلا ما قفك المركات كتورته قفكي بي آدم إسم عليه هدو قفك أسمع وصاهين سمد حق هذا آدم البابها سمد ودنا بلقى سحرية حدنا حق نورك آدم البابها لقى سحرنا يا قفك أي كتم يدبي كل الله من إسم كلمة أستغفر الدين تكاك بحي أستغفر فاسق كل نغني لسانك آفات كيسا وحاكم ذا مركز تبا إنا دسك إلا لسلوبة هي السخرية والاستهزاء هي وتنابز بالألقاء جاس جاس كإنا جاتك كو جاس جاس هي إنا دتك أفان تسخرية ذا فان التنابز بالألقاب نانا يستحن تايا مقعيها حنحن إنا دادك ويرت مركز قف لارك مقعب وبحنين داد وحاب الجرب أيه وحايب بدنه قف كل أركب أيه ومقعب وبحنين إبل وعاسة ليرة إبل وعاسة ليرة مقع حنبك شيئا قف كل أركب سقعب نانا يستبحيا با يمقع حنك كفارتا سقعب عيب ولا تنابزوا بالألقاب سو إله مار السقعب بحين أيه بوحي وحرام ويوحس إلهي وحوليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وردتك مؤمنين تو إيمانك لهم لا يسخر قوم من قوم قوم يس قوم كلكو جيس عسى أن يكونوا خيرا منهم كون جيس جيس وحلق يابا كو أي كو جيس يابا إنك خير بذل كو كو جيس يابا خير بذل قف كا خير بذل بلق يابا إنك كو جيس إلهي أكتسى بكا خير بذل خير بدن دو سيدا اديغا سوملاينه سمي واخ لو خير بدن وا ما وا تقوده اي عبادته سوما ان اكرمكم عند الله اتقاكم تقفكو انو بكا تقيسن يحيو كا دع عبد كا ونا اله اكتس كا غا وناسن يحي اديغنا وا كو جيجيسيس وا سلم سوملاينه سينا كفي عنت ولا نساء من نساء هوين يس هوين كلا كو جيجيس عسى ان يكن خيرا منهن كو لو جيجيس يي غبدها لو جيجيس يي ان خير بدن باب لغا يابا كوان كله هذا الكبدين عرب كدير إسباني نية بلاية ذا وابلغ خير مني ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب نفتينا هلاقينا ها عيبيننا ولا تنابزوا بالألقاب نانا يستحن يا يسوي يرنا قفك وفي عن متغال dadku inay ku jiclaadaan hada doonayso waxa la rabaa bi ahab al asma magaca ugu fiican ee ugu yeerta dadka adigu waa jacayl magaca fiican ugu yeere magaca wanaagsan in ugu yeer adigu waa jacayl dadka magaca fiican ugu yeer laakiin aan istaa ugu yeerin dadka naanaysto wax fiican ma hal mar umbay bananaan kartaa naanaysto qofka hadaan bal la garanayno إن أنا استلوش هذا موجي ما بلا قرناي، مركا كليا لقوه قلي واتكو تعرفين إيش هذا هبل هداترا هبل هبل هداترا ما أنت ولا هذا لما قرناي ما قي كلا لك هذا سكت ولا قرن، سوما نقول مو يقان، مركا سوى لقوه قلي واتكو شيء جدا بس لقوه قلي لكن مركا استوى إن أنا است أذكر دكتور ما بئس الاسم الفسوق بإلهي بئس الاسم الفسوق ما قع وحباس للقوه فاسقوا بعد الإيمان فاسق ما تكون نقول نسام مقع حنون هذا دتك ويرت ومن لم يتب قفك أن توبت كين كو أن دنوب تكسر نقول فأولئك هم الظالمون بإلهي والظالمين رسولك نوح عليه صلى الله عليه وسلم حديثك إمام مسلم صحيح زكورني بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم قفك مسلم كأوحاب الدم بأبوفلا ولا الكيس مسلم كأنه حقره انت أباك أبوفلا كاس محوية هذا ترى أنت سبب الذنب كوكو فيلم
قفكو وقفكو لمده محادو كلا محادو حق ريسا لما أنتين آدم بعيد نليب رسولك عليه الصلاة والسلام وآدم من تراب آدم نعرض على أبوره لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى لما أنتين آدم أولادي سباتين آدم نقولك على أبوري عرض على أبوري ترابك متك عربت عد كم فضل بدنانك رمتك عجمي جهما دو أفريكانك إلا بالتقوى عبسيد إلهي ويان عبسيد إلهي والوك لا فضل بدنانك إن أكرمكم عند الله أتقاكم كإنك وكرام بدن إلهي أكتيسة واتق يعني وكإنك وتقسمون تقوى دول حسب كلام مجره نسب كلام مجره شرف كلام مجرته شرفت إيا نسبك وتقوى دول فإذا نفق في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بإلهي مركي سور كالآف وقيامه دعو فلا أنساب بينهم نسب مجرت يا ريهبل مجرت مركز وانا نسرعنا بلسكوتين عمرني أو ريهبل مجرت مجرت فلا أنساب بينهم نصف مجرى ولا يتساءلون اسمنا ويدين يام وحل اسم ويدين وامح فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ننك عمل كيس ملكي لم يزام حسن ديس يوانا قيسوا أي عصلاته فأولئك هم المفلحون ومن خفض موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون كوا ميزان كوا نسقامين وكوا عن أملينا يعني مقعا إيا وحن لشيقة إيا قبيلك إيا وحن إلا أرديان أملينا ملقين نفطه دي بي خساري في جهنم خالدون بي لين نارت جهنم يكواري وحن ملكو قين إنها كل قئن إن أدوح كل قريسة أنها يسمى لين حمام متيت وحن أدوح كتاي وإيمانك إيا عملك صالحة تاسوا إن اعتقادي سوي لسانك آفاتك سوحا كمدا وإن أتكفق أدوتك إلى لسا لدوني مركزته الكذب بانت وهو جماع كل شر وأصل كل دم حمان ورنان إيا شر ورنان بانت بانتا كيني سوي قفك مرهدو بانالية وح شر وكم غم ملك شر ورنان ما يسوي مانس إلهي وحولي سبحانه وتعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون إنما يفتر الكذب بنت وح أبورتك إسكلي ماذا جيب كوضا كلا إيماني الذين لا يؤمنون بآيات الله كو أن إيمانك لهن وآياتك إلهي رمين وأولئك هم الكاذبون وبين الله يلبى إلهي ركواس وكو بنت بدل إلهي وحولي سبحانه وتعالى سوى بنت عاية هنت وناك يذن نوشيغي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أرددك مؤمنين تو إيمانك له اتقوا الله إلهي كبغى وكونوا مع الصادقين ددك رنت شيغي معوض النقض رنت كل دال وبنت اسك إلال وحرسول كليه صلى الله عليه وسلم عليكم بالصد ورنت كل دال رنت كل دال فإن الصدق يهدي إلى البر رنت وحكوها نونينيا دار رنت كد داشا رنت وحيكو قارسينيسا برقا وناق إيا طاعة إيا خير كيكو قارسينيسا وإن البر يهدي إلى الجنة برقا إيا خير كهدا كد داشا جنة كقارس وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا قفك رنت كد داليا رنبو شيغيا إلى إلهي أكتي صلى الله عليه وسلم صديق رنبضنا دبيعي أقول لكم نساب رنت وإياكم والكذبة أذنك إيا وحن أكل دقيا بيان بو نبي عليه الصلاة والسلام بيان تأسك إلى علي فإن الكذبة يهدي إلى الفجور بيان توحي كقارسين إسا كوها نون إسا فاجر نمو فجور إلهي دا عادي صلى الله عليه وسلم فاجر بقفك كن قرية قفك بين الله وإن الفجور يهدي إلى النار قفك هدو فاجر نغضو فجور إلهي دا عدي سكفك نارته أمبو أسعد هذا نارته قليا
وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قفكو بين بو شيغيا هذانا بين بو شيغيا بين تبو وضيا حتى يكتب عند الله كذابا إلى إلهي أكدي سبيان على الله قرر. حديث البخاري مسلم أورني صحيح وذكوري أبينك رسولك الله دلمي عليه الصلاة والسلام حديث كما بخاري أورني حياله عجائبت الله كل ما حكم ذهي وحو أركن سيدا لو سيحي متك لا كرتاك بير سيدا أسوق الله عنه أفبض مكركي سيلا تاقي لن عنه كجلنا يا مركز هالكا قداد كجيني أفكو هالكا انتو كجلي هالكا جيني سنكا هدنا كجلنا يا ماشا سو جيني إشو كجلنا يا مركز هدنا هالكا جيني صدح ذا مركو جاحو يقول لن عكلا أوريقيا سيدي بو يالا يا صدح لن عكلا انتو كم مغنا لن عوا سوى بكسونا يا هدنا سيدي سكسونا غني هدنا وكل أمان يا سيدي بو يالا مركو لن عن سمايا ودن عكلا نقونا لن عن انتو كم مغنا لن عكلا نقونا وركن محوها جبريلو سان ليالي وحولي يومد كان وقفك بين تشيغو بين بو شيغي بين تي او شيغي با لغا قاضي مركا اسا افرت برجه لك الهدي هبل بايري مدهنا دا تك داتا كما تبتغي سمرتب تكتي بين تي تكتي هذا ماشان او شيغتي هاد او باتر مدهن كي وو داد بو اسي شيغي قف استيت كلا جيو تلافن او دروحو الى هبل باساسي يا سوء علل يتاس كينا انتا سو قف اسي شيغي تبين تادي أمبا لسيفا فيني سيدا أمبا لو جي حيا قف بين تو وحنوي ورسولك عليه الصلاة والسلام كت المام إنا يتا علامة النفاق آية المنافق ثلاثة منافق علامة اللي قرت رسولك عليه الصلاة والسلام ليه صدحوي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وفي الرواية أربعة علامة منافق وأفر وإذا أتوا من خانة منافق علامات كان لغقرة وأفر حدو كوشا كان يبين بكوشا هذه نقف بها أميزنت إن وحو رم كوشا يأتمل نيسا ما أنت روات كور بوريسا وحو كوشا حيب وابين جيب كيزا ما أنت إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف هدو وحبان سمينا يا يرادة وحبان بحينا يا هدو يرادة وكبحيا وإذا أتمنى خانة هدي لا آمنه وحلو ديبتنا وخيانة يا وإذا خاصم فجر هدي قف إسقبتان نمركو دوذي إلهي مكفقاني وحقو صلاحين يوحو سقفك كالدهين بينو رمب سكينة يا فجور بسمينة وإذا خاصم فجر وحا كمد آفاتك اللسانك عربك آفاديس وحا كمد المزاح كفتن كفرد بدن كفتن كفرد بدن دنبي بكور دين رسولك عليه الصلاة والسلام وكفتم جري ولكن ولا ينطق إلا حق إلا صدقا رون مونا بكو كفتم جري لو مركو كفتمي رون بكو كفتمي جي هذا كفتمي سوح ونأكسن إن أكو كفتم تال رمامي وغان كفتنكو ماها إن أنو بنت كوبا نيني قف كوحو ربو شيغي قف كيبو عاية حدو بحادي عاية سهدير قف كو كوحو ماذو حلوان كولا كفتمي يمحو حناقس ده كفتن كاللقو شيغي مكتو عاية لفرسمي نيني وعي أنك حناق من اللي قلها وحكستنا والغورنا يا سما وحكستنا حمانا اللي قبوش يا مرك حناق قرت وحلوله وكفتم ما ندي لأن كان كفتم ما يقان اللي هذا ودت كونه ما قبوش جزني توا خلط رسولك عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا وكفتم يجري لكن وحن رونا هيك ما كفتم يجري يا ذا العينين متكلم هذا إنه صاحب قوم يا ذا الأذنين إسلام بقى أوتم النبي عليه الصلاة والسلام نك هذا بيك ورنا تو نك يساس هاي كاسور الذي في عينيه البياض كي لم يس إنه عدين كل هاي زما كاسي ترمى نك يوحي أمة ليس إنه بين لا يو هي العدي هاي وصفاء إنه أمة لينين وكاسي ترمى بياض ويسال الله بتيه وكاسي نك هذا كسم حيث وح هذا كوعين بمن كاو قبشة ولا قبوا بعد رجع نك بيدورس أقول دقال كاسي محرع ما سأقول دورس
الرسول قصاص كبير الذي في عينيه البياض معدين بعد إنها كلها ذي تصل إنها إنها وضب الله عز وجل مكوا قبي ما يحوي الرسول قو كفتم يا واحد دينك وشيء إيش سو مل مذو يمل عد ملة عدينك وشيء وعدينك عادي وإيش كوي على ون ما مذو وياه الله النبي أتمنى وكاس الرسول كإله يدعو إن إله جنة إجلي الرسول قو يقول عجوزة جنة مقش وين نحذى بإسلام ذي مركو أركي إني أرجع جحزن ده ورسول قو يقول عليه الصلاة والسلام أيده إني مر بهدي وياه النقطة إني جنة إجلي النبي أقالت سيدا ما هذا هو الدعاء اللي أقول أنت هذا اللي وسيد الدقة الجنة مجلسيه معنا سوما هذا مقال إلهي إنه لا إنا أنشأنا هنا إنشاء فجعلنا هنا أبكارا قبلها أهل الجنات كا أبور ضمانو عبلي نوان أبورينا فجعلناه أبكارا هو ير يره بكار أو وأنك دقينا أهل الجنة كل جود وصدنا يصدح جر بركاس الإسلام تكربدي كدكتي بركا روي نحذيب وحي أم ليس ويل إني مجنة جلني بأم ليس هو مرك رسولك عليه السلام كفتم يجري لكن ولا يقول إلا حقا حق وحنين كما كفتم يجري كفتن كاو إنه حق نغذان للدون ياي وحن إن أتكو كفتن تما هو وحكم ذا آفاتك لسانك إن أتك إلى لسان للدون يا الغيبة حنت وهي خصلة ذميمة وخصلة أبوحنوي مركو رسولك تلمام عليه الصلاة والسلام وحيري ذكرك أخاك بما يكره حنت محل إلى ذلك ولا الكائنات كشيك توحون الرالك أهين وحوص الرالك أهين ولا الكا كشيك توحون أما هكو مغلي أما حتى وحأت شيئيس هبا كسب ناظ حدو ليه حتى صفقوا ليه هدات كشيئيس ما أنا أنا وحمن أيه وابرنتي بولي غفر وبي يهاي سلاس ما أنا حمن أيه أما حكو ليه هرتيسان كارلا هياه ما أنا حمن أيه ماي حدون مر برالك أهين وحن مرض هذا حن واحد جاري جاجا حن واحد ندوسر رالك أهين دمير كاجا حن واحد لما أقوله وعلى وحص قفك رالك أهين حوي ذكرك أخاك بما يكره حرام ويحنته ولقوله تعالى ولا يقتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه بإلهي ولا يقتب بعضكم بعضا بركين بركك لا يصحمنن هاي صحمننا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا احد ادينك اذا كم من مجعليه ولا الكيه الكيس اسوا ميت انه عمر قف بني ادم هي الكيس معون كرتا سوا نول بعد او دوان كرا سوا ميت محض مله فكرهتموه بإلهي وادنا عيسان قف ميت هي الكيس معون كرتا هذا هي الكيس عون يا الله ميت والعون يساد قف حنت وحن وي ولا قف ما انت ودن هذو داقي ددك هيلب كود داقي هذا ما ددك عيبهود ام شيغيا ما انت ددك ام بو كمقيه امام الشافعي وحو يري لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن لسانك عربك لا تذكر به عورة امرئ قف مسلم عورتي ساكو شيغ حمانتي ساكو شيغ فكلك عورات هذه لما انت عيب سعوتات هذه هذه لو لابتاد كل عيب كبر وللناس السن دتكون عرب اليهم حتى دتك عيبه الدين وين ادون عيبت ما بنك رسولي حقيقه لكن ادو هدا دتك وحبا كشيغين عندنا ادي وحكا شيغي مس احفظ لسانك ايها الانسان لا يدلغنك انه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان تهاب لقاءه شجعان احفظ لسانك عربك حفظ أيها الإنسان لا يدلغنك يوسك قنين عربك يوسك قنين فإنه صعبان مسوي عربك مسوي يوسك قنين هلقوا عربك اسكيلال كم في المقابر من قتيل لسانه انت يبو قبر كجيران ان عربك سأيضا يقول انت عربك هدي لك عرب لأيو كان تهاب لقاءه شجعان نين مركي ليسكي لما شرك لفريستا أما الله وذا حضل ينين لقى عفسان جيري انت ابو عرب كيسا ايضا يا أدنت تتك لسان كودو خطرت ايها ودن عرب كيسا ايضا لسان كاقا اسكا الال
لغمان حكيم يلقي زوج عكوي يحفظ لسانك في مجالس الناس عرب كاجا حفظ مركاتك اللي جوكت من إسك أحد لون النقطة وحول بدتك هو جهر مرن تدك وحول بها يعني لسانك كاجا حفظ وناجم وياني وحك العرب كاجا كحفظ احفظ لسانك أن تقول فتبتلى بيقول شاعرك هكذا احفظ لسانك عربك هذا كحفظي أن تقول إنا ترادو هذا اللي انت تقول شوف فتبتلى لقوقو انتحام إن البلاء موكل بالمنطق بلا يدا وحلو وكاشي هذا لك هذا الآتري بلقي أبا إنو بلا يسا وقوقو نغط عربك هذا كحفظي وهو رسول كله عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن باللسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه ضدك عربك إيمانك كقاتي أفك أمبي كرمي توحيدك أمبي أفك كشيك ولم يدخل الإيمان في قلبه قلبك إذا إيمانك ما قلبه هو أون قلبك وإذا إيمانك قلبه لا تقتابوا المسلمين مسلمين تحمننا ولا تتبعوا عوراته مسلمين تعورضوا ذا الرعراعين حمانتون الرعراذنين فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ننك قفك مسلم كوياجيز ولا الكيس عيبتي سر الرعراذي إلهي با عيبتي سر الرعراعي حتى يفضحه في بيتي قريبي سدحدي سا إلهي كعيبيني حمانت ددك الرعراذنين حمانت هذا كو مشغول لسانك وحاكم إذا آفات كيسا إنا تكا إلى لسل الدنيا مركز تعالى سكا دورتو النميمة تتكا إنا سكو در در تول وهي نقل كلام يعني نقل الكلام بين الناس على وجه على جهة الإفساد تتكا إنا هذا الكوكا القادم ويا دو سكو در أي أصفة حنوي وريد بن مقيرة إلهي ملكو تلمام محوري هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم هماز مشاء بنميم متحمبضا اسكو دردر كان أسع شمبضا ندتك اسكو دردر كاسمرنا بها داعي ولا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير وهو رسول كله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العدو هي النميمة الغالة بين الناس ألا أنبئكم ما يدين شيء ما العدو هي النميمة عده قوامح النميمة اسكو دردر كوي الغالة بين الناس دتك كلفوغين دتك نحن وضع عرد نقس دتك اسكو فيعنا أو اسكو متك أها نحن وضع حكور ديسا عرد يا عقدد يا علاد محايا لفساد ذات البين ذاتك الله يسكت دره لحدود الفتنة اللي قسم أيها انت بدنا اللسان كاكينا يا فتنة سوما هذا اللي كدتك اللوك لقاد قفك وحا الله شيء وقفك أنا وحا الله شيء فساد فإن فساد ذات البين هي الحالقة ذاتك لحدود الفتنة اللي قسم أيها نين هي ويل كيسيبها سكدرت إن يحاس كيسي باس قدرت لما وضع دلتاس قدرت لما صاحي باس قدرت لما قبيل باس قدرت لما فميل باس قدرت فساد ذات البين هي الحالقة وامد حير يسون النبي يقول وحير يسون لا أقول تحلق شعر ولكن تحلق دين أنا أقول ما يتم يحير يسون تم الله حير من ملك ولكن تحلق دين دين تحير يسون قف قد في النهر كشقه يوضتك اسكدر مركز في النهر يوضتك دين الآن ويسون إيمان الآن بكون عايز قفاس وح إيمانه أولي هاي مجد قفك مركو نميمة وركو كان وقفك لوركو كاقس وقال وحلقا دونيا هذا الكيس إن هذا الرومين مركا كوبات لأنه فاسق وي قفك دادك وركا أوكالق هذا وفاسق إن الشر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين برسول قل عليه الصلاة والسلام دادك وحا أبو الشر بدن قيامها إلهي أدي سمدك لبا وجي لها
يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قل هذا نسيب كل صعدة قل هذا نسيب كل صعدة هذه أمرك كل صعدة نس كلك صحيح وكاد جاي وشيك وكاب ريا وح الله واحد إذا نحمر نم مقارن يا حق جيني كاس نساس كلهم بلا صعدة وهذا الوجه هذا مدة كوب بدي يك مرك كوب هذا مرك كوش يجو ورك أكوس وقاب هرت مرك كوب هذا الرميسان اللي أنا فاسق هو فاسق إنه وركي سلام الرميس مرك اللبات كرّب وحاتر أنيه وحد الكأدي شيء جيس يسكناف فأي كين إنه وحمر دم مرك صدحات إلهي درتي أنع نكاس إسكبر نعم حي لا تذكر هذا الحمانت أكل قاد قاد النعكاس بل أيو كشقة يا أديك نور بكاء قاديا مرك أفراد ولالك هذا مكان الحمانت اللي قاعد سوى شيء أدو حبا هذا كوجن نك نوبه بل أيك هذا شيء ما دو حمك ما دو جنور كرزاحي بقوة سما حمان هو ملاين إلى أد السجى وحكو أرقتو هذا الكيس ذن هو قاد ذن حنا هو قاد حي نك شلا صاحب قاعد ما أنت بعول بلته ورمحارع وان كوجي وحال سمينس توك أن لقيت توك سنين بابلا وروح ما عاد نين كان هو بس كل الله إلا كان بلايك وسوي ولا لك هذا مكان غائب كه أول عارق كوها حمان هو ملين مدة شنا تجسس يوم كوه حم بارين ومركي قف كوه حلا جاجا شيء يقول إن هذا بار بار تقول بعبي سر رأي هذا زي كوه كلف صفات اللي حد وحوي إن هذا أقرر على النقلي وينفتح هذا واحد أسرق كنهيس أسرق وحاط رسومها وروح عن دتك ورك اللوك القادم في عيني إسكدة هذا هو مركز إسكدة إلالي صفات أو صفة خونة ساسا لقاه دوني مركز ور لقوص وقال فحالي من نم منك نم إليك من نم إليك نم منك نينك أديك ور قوص وقال جاجوس قوص ونقضه أدنا ورك وكا قاد ياهم أديك كليك كومش غير موقت هذا ما قرني العقم السيسيد سوما بلاش بورك وقوك هنا سوما بلاش بورك هذا قاضي هذا يا ها أم لا ينو إحسان كوسا ميني هل نكن دب عدي سب يشقدي سب إنه ورك قاضي ورك ورراب سو واحد كلو أنت سوك بيع مشترى شيطان كيف صورت نسأل في صالح كم إذا يا نن أو إما ده حيري هبل باس ده كلها ورجع سو حكير شيطان كم هو بوستا كلو ورقة كودر سد هذا بوستا لك هذا سوما شيطان كبوستا بوستا دي سبعة أوردي ده حبايبي سوشيغي ساسا لدوني لسانك وينات كالا لسافات كيس وحكم بالافشاء السر وحين وسر استي ان هذا شيغي ويفافني قف قادوك الى دوحن واسر وي وحفدي ادوها كشيغي سو واسر كمودينا اسوها اسكفافي لكن ادوها ما كفافن ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تحدث الرجل انك هذوك وشيكي بالحديث شيكو ثم التفت ودنعيها اسكفيري فهي امانه وامانه اسك الى الله مركو كو شيغي هادو لوغدا دنع فيري او يرا هذا البان كو شيغي قعنتو كو قبت حقو كولا تغي حقي حقو اسكفيري سوما و هو امانه هكا شيغي و عبسنا يا بسمار ان لا مقلوك يا بايا مركا ادو هكا شيغي ابو داوود بحديث كو ورنيه سنن كيسا كو ورنيه قفك مسلم كأوحى لدوني يا إنه سرت حفظية وقفك ولالك يسك المسلم كأونه سرت كفى في نوى وذكتهن عديت وحكوسه أررتي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل إيسى حفصة مركي نقطي نينك يدي بعدينتي قروب بين نقطي يوحو أبن لقيس أبو بكر أبو بكر قبل إذا حفصان كو قورينا يا دارت شبو كير أبو بكر جوابه معلم هيانا مدهن ميانا مدهن آدمان وقوح ماذا يقول سيد عثمان بو هذا أبن لقي وان كسو في رسان يا سيد عثمان ما الممر كو جوه كدب وي مذا وحيو لحد يعني وحانكو آنصدي هذا وقت كان إنا نبور سنكري أوكي سيد عثمان مركب أبو بكر جوابه مركب ورنا وانكسر في السماء مركب دمنا أبو جوابه سما لكن سيد أبو بكر شبه كيه وان روان ما دين ما ين ما دين سيد أبو بكر ما يقول ترنا بود أمس كوا أمس يهيل أي قبل إذا أنكو رام وانكسر يا مانكو إن مركب سون جوابي سعل
ما علم مرك كسر وريك ذا النبي قبل سلطان عليه السلام حفصة بنت عمر زوجته النبي قبل عليه السلام النبي قبل قبل وان ربا ولقو نكاح مر الله مرك والنبي قبل دي سوور صدق قبل لسي أيو أبو بكر ويا مد عمر عمره مرك قبل حفصة إيه سو بنكتة إن وادي عرق وان كل هذا اللي واي جواب كل علم واي وادي حما تان ملنا حكوا حما واي برد واحد جواب وادي علم زي ملها واحد يقول كلف مد غالا وان كوج جواب واي gabadha waxaan ogaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo sheegay oo ii sheegay wuxuu yiri gabadhaas aan rabaa xafsa sidoo bakar de ummadankii u khair badnaa boo haye uu ku sii reestay rasuulku wuxuu yiri xafsa aan doonayo inaan umar warsado marka waxaan diidayay buu yiri inaan sirta nabiga sheego oo ku yiraahdo war gabadha nabiga doonayo ninna ma ku sii ahaa dhihina shib ahow inaan hadaan iraado sirta nabiga inaan faafiyaan ka cabsanay hadaan mar bas weeye gabadha ku iraadana waxaan ka yaabay rasuulku inuu gabadha ka baxo haduu ka noqdo uu yiraahdo waa iga bas inaan ku warsadaan rabay marka waxaan kuugu jawaaban garan waayay buu ya hadaan sheegana sirta nabiga inaan sheegan diiday maya gabadhii waa iga basna waan dhihi waayo haduu rasuulku ka baxo gabadha sidii cumar uu dhalay inaan daayo ma rabin inaan ugu warsadaan doonayo saas ay ugu kaliftay buu aamus sirta say u xifidanayaan fiil hata kumu sirreysana war gabadha rasuulka sheegay aamusna waxa taa sir uma dhihi inuu rasuulka sirtiisu sheegu diiday calayhi salaatu wasalaam sirta inaad xifdiso ku dadaasho carabka lisaanka aafaadkiisa waxaa ka mid a qofku inuu iska xifdiyo la doonayo shahaadatu zuur markhaati been awo wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir ma idiin sheegaa dembiga ka ugu weyn saddex goor buu ku celiyey alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا وحيدا بلا يا رسول الله نو شيخ رسول الله قالوا في النبي قال الإشراك بالله إلهي أولو شريك يانو قال نمو وعقوق الوالدين لبدي والد وعاق لغو النقو لبدا صفة مركو شيخي وجلس نبي قال وصوفر استي وكان متكي أنساس وجيفي وصوفر استي فقال وحو يري ألا وقول الزور إيا مرخاتي بيانا ألا وشهادة الزور ألا وقول زور وشهادة زور إلى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن أجن مرخاتبنا له وأن أجن إنه وحن يهاي مرء رسولكم موسى آمس عليه الصلاة والسلام وكل عليه نبي مرخاتبنا شهادة زور وحاد أجن إن أتكم مرخاتك عضو بنا حديث مسلم البخاري بأورني عباد الرحمن إلهي مركو تلمامي صفات كإلهي وكتل ما بحكم ذا والذين لا يشهدون الزور وكو عن بيان تكمر خاتك عن أدومها إلهي يوان وناكسون صفات كوناكسون مع الربين أتكو داش لسان كاقا إن أتكا إلى لسان لدون يا أفات كيسا وحكم ذا القذف إن أتكا قذفته قذف كو أمحي وعيد حنوي عي حن إن أتكا اكتراضه قذف دم بيكو كينة يعني حد بالغوية لنا يغف وحكوا عفينا ينا مجر إلهي وحولي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين كوا يرمون المحصنات قبر دهر دورسون وحكا شيئين قبر دورسون وان حمان بلهين الغافلات حمان تبه المانسان أولي قد حمان أرد يا حمان كو شيئين قذف وحالي لأذا قفك الزنا لغشه زاني باتهلينا kuwa gabdhaha wan wanaagsan qadfaya ee mu'minaadka ragga wan wanaagsan oo dhowrsoona waa la mid kuwa qadfaya xumaanta ku sheegay lucinuu fi dunyaa wal aakhira adduuniya aakhiraba waa la lacnaday baa ilaahay lacnad baa ku dhacday kuwaas walahum waxay leeyihiin cadaabun cadiim cadaab aad u weyn bay leeyihiin baa ilaahay leeyahy rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam man qaala fii mu'minin maa laysa fiihi قف مؤمنا قفك كشاق ما ليس فيه وحوصا هين أسكنه الله ردقة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج قف مؤمنا دنبي أوصل هين وحمانا قفك كشاق إلهي وحو قليا وكور بنا يا ردقة الخبال ومحي وأهل النار كعرم كوضوة dadka ehelu naarka markii la cadaabo wasaqda iyo carunka ka baxaya taasaa ilaahay waraabinaya ilaa uu dembigaas ka baxo mana ka baxaya weligiis imaam axmed baa xadiidka sunankiisa ku warinay
دتك يعني قذف كصمين أيه وقف كزينة كل شيء جي قهب الوح حمان لو قف وزاني كان واساس أرنية شرع الإسلام هو حكومة جبنا يا سديت كرباش إن لغرفت إلى وقفك كعفية ميان سديت كرباش إن لغرفت يشرع حكومة جبنا وح مرخاتي أو هتقلي سنة مال مرخاتنا ما قال قفكاس لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا كو ودتك وان وناكسن حمانتا كو شيغي الزندة كو شيغي ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أفر قف ومرخانين ومرخاتين أنكيرين قف كانوا حمان بو سمينية مرخاتين ومهاي فاجلدوهم 80 جلدة سيديتا كرباش كنفتا إلهي ولا تقبلوا لهم شهادة وحمر خاتي أنا هكا أقبلين أبدا ولقين مرخاتي ما قالك أصلا فاسق بالنقضي حد أسانا لقوه فيني قفك إنو كعفية مياني سيديتا كرباش بالقو قول فني مرك هذا الكم فدود ولا إسكو أرنا يوح فدود ما هو وحكم إذا آفذ اللسان كأوليه إن عرب كأك إلى لسل الدون أيو اليمين الكاذب الأرض بنتا وحبال لقوه يدين يا حكم وحبال لقفسنا يا مركاس الأرض بينا كل أرنا يا وحرسول كل صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قفكي دارته قف مسلما مالكي سكو دارته بغير حقه وحبا يسكو قبصدين بركاسو دار بينكو دارته لقي الله وهو عليه غضبان إلهي وحو قيامها لكل ما يا إلهي وكو عريس إلهي وكو عريس بالبهر كينية لقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة كو دارنا عهد إلهي ثمنا قليلا كو قادنا إلهي نارتيسي مقعي إلهي بيوحي كو قادنا وحير دار بينه دارنا وكو آخر عن نصيب كلهم بإلهي والعذاب يكواس ورسول كله عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة وعقول يا من اقتدع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه نينكي قف مسلمة حقي سقاته دار بين انا كقات و دارته وحبا اسكو قبسدين قفك حق لها مرخاتي كان بالي مرخاتي بواي كي كلا بين كو دارته مرخاس الله حكم فقد اوجب الله له النار اله نار بو واجبيه وحرم عليه الجنه جنن اله واك حرمه دادكي مجلس كفدين إن كم إذا وحوين يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا وحي يربح النقضي هدو بين أقول دارت من نار بأوه جبس قال وحي نبي وإن قضيبا من أراك لان عذي أبها النقضي رمي قان عذي قان عذي دبها النقضي هدو بين أقول دارت من نار بإلهي واجبني يحفظ دمها ولا لي انت أدد أي قادن يا دادك الحقوق إليه نول كودي بي قادن يا قريه بي قادن يا وحوص مال كيسو نمبو قادن يا بغير حق بكو قادن تنار أمبا أديار أسقنا وإن إلهي كعب سنة ولا ليا لسان كان حبن كان وإن إله لنو عرب كان وحك صبحي وإن إله لنو رسولك عليه الصلاة والسلام إذا تدعو ليه يا عرب كان سيدا وعلوس يا هاي ويا وحا ودقي عرب كنا وسدا وقبنا كف عليك هذا والعرب كان اسكا قبو لسان كاك قبو اسكا إلى لب رسولك عليه الصلاة والسلام dadka waxa ugu khayr ka badan qofka afkiisa hadalkiisa uu gaaban yahay hadalkiisa uu xadidan yahay wixii wanaag ah la weydiiyo buu ku jawaabaya waxa kale ee qofka iska hadla un maaha dadka ugu fiican waa qofka hadalka yar wada qofka hadalka badan dambi kama nabadgelaya marna lisaankeena aan ilaalinno walaal ilaahay aan ka baqno subhanahu wa ta'ala waajib baan na saaran mas'uuliyad baan na saaran waxaan ku hadlayno dhan waa wax ilaahay nagu xisaabin doono ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa alla waxad ku hadasho raqiib iyo atiid ba qoray bir qiyaamada waa lagu soo hordhigaya jannada wax lagu galo waxa ugu khayrka badan waa taqwada ilaaha iyo xusnul khuluq waxa naarta lagu galo waxa ugu badan waa lisaanka iyo farjiga lisaankeena aan ilaalino ilaahayna aan ka baqno digriga ilaahay iyo daacada ilaahay aan ku gudano xilinkan ilaahay noogu nicmeeyena ilaahay nicmadiisa aan ku gudano ilaahayna aan ku shukrino wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إخوتي الأعزاء، إن شاء الله تعالى موضوع نعاوة وحوية حفظ اللسان. عرب كينا إنا حفظنا أون إلى لنا إلا وح إلهي نو دوينا يمويانا وحك لإنا عرب كينا كإلى لنا ساد أكتهين أعضالا يحبنها إلهي يقول نسي والنعمة وإلهي نو نعمي حق يكوليهن ولقادون يوحوي إنها تكون قدته وحى إلهي الرالي قلنا يا سبحانه وتعالى وتكفوا قاتوا حبنها إيه أعضاء هذا يجرك أغن إلهي كوغن نعمي وإن هذا هو استعمال وحونا إلهي الرالي كاهن سبحانه وتعالى أعضاء إلهي وكون نعمة إلهي نعمة يعني حبناها نوكسي حبنك أقول نفع بدن وفائدة بدن هداد كفائدة ست دنا عكلا مركي لفيري أنا أقول خطر سن وحبنك على لسانك رسولك صلى الله عليه وسلم حديثك إمام الترمذي أورنا يوحى لويدي أكثر ما يدخل الناس الجنة ضدك واحد جنة قال لي محا أقوبة رسولك إلهي ورقاص رسولك حليه صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق ضدك واحد جنة كو قلان وحا أقوبة وحاوية عبسيد إلهي إيا طبيعة ونكسوه وحاهدنا النبي قال لويديه صلى الله عليه وسلم ضدك وحا النار تقلنا يا وحا أقبضا أكثر ما يدخل الناس النار ضدك وحا النار تقلنا قلنا محا أقبضا وحليه رسولك صلى الله عليه وسلم الفم والفرج لبدا حبنات عربك يا فرجك معاصي يا ذنبك لو كسبنا يا أقبضا وحدك نار تقلي رسول رسولك عليه الصلاة والسلام مرك حبن كان لسانك اللي يراد وحبن خطرتي سوي آدو وانتهي وإن أدسك إلى لسو مركز للدوني حديثك إمام الترمذي باوريني إمام البخاري مسلم بوحي صحيح وذكو وريني يعني رسولك صلى الله عليه وسلم وحليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نك إلهي إيونك آخر الرميسا الرمين يو وحونا أكسنها كهد الله أما هيسك آمس رسولك عليه الصلاة والسلام كوينات اسمي زانتوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلهي إيه يونك آخرا ننك الرميسا قفك الرميسا فليقل خيرا وحو ناكسا هكو هدلو أو ليصمت أما هيسك أمس مركا وحاات كو هدليس إنا الميزان توي ما أجر بات كه ليس
الدنيا آخره ما خير باك على إيماني ما فائدة كوجرت حدود نباتم ويانا وح خيره كإيماني بأي سجر الناس كإلا لسوا كلام كاس ورسول كله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان ابن آدم كمركو وبرستو واغا أبريو فإن الأعضاء كلها حبنها ابن آدم كوكو بن يها يوردن تكفر اللسان عرب كي دارني فيقولون وحيليه اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا حدي آتوسنا تعرب يهو وان توسنان اينا بليه حدي آت قلو عتنا وان قلو عنا اينا اي الهي كبب ونباته النوسو جيد حبنه كالو نمبا ساورنا أعضادي كالو نمبا حيث الدنبي عربك أو كسبه حدي يعني قفك عذاب أو كم متهيست جركي سونا ولا عذاب يا نباتها نوسو جيد ملي دنبي أو كفر هذا بدن عربك كدعي لسانك كدعي مركا حبنه